بلاد بحر البلطيق، استونيا، ليتوانيا ولاتفيا. ليتوانيا مشهورة طبعا بالفرص والعمل، وسأترك لكم المواقع في الفيديو القادم غدا إن شاء الله، فلا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس. بلد الاستثمار وأكبر بلد في بحر البلطيق، العاصمة معروفة. فيلنوس يمكنك الدخول إلى جوجل والتعرف عليها. استقلت سنة 1971، العملة هي اليورو. طبيعة وغابات في كل مكان، بحيرات وشواطئ وهندسة معمارية أيضا ونظافة شوارع. إقامتها رخيصة جدا جدا بالمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي. هنالك يعني بالنسبة للباص يمكنك الركوب بثمانين سنت. الماء يمكنك شربه من الصنبور في الشوارع العامة. نشاطات ومهرجانات في الصيف والشتاء. إذا موضوعنا العاجل هو الإقامة لمدة 3 سنوات، حيث تم الاتصال والتواصل مع شركة إيميغريشن لونج. شركة إيميغريشن لونج هي موضوعنا للغد. تواصلنا معها وتم طرح الموقع في القناة للهجرة إلى ليتوانيا والحصول على إقامة لمدة 3 سنوات متواصلة. وهناك أكثر من 3000 شركة، وهنالك أنواع كثيرة من العمل والتعليم المجاني لأولادك. قريبا سوف نقوم بتنزيل مواقع الحصول على عقد عمل في ليتوانيا بعد أن حصلنا على جواب من الشركة الأم. هناك إدمان كثير على الكحوليات في أوروبا وخصوصا في ليتوانيا، وهناك شرب خمر كثير، فلا أنصحكم بهذا. إدارة الهجرة، فهاجر للعمل والاستقرار لك أو مع عائلتك. أخي الكريم، أختي الكريمة، أتمنى لكم حظا موفقا. غدا سيتم تنزيل الفيديو، فلا تنسى أن تفعل الجرس لكي يصلك عقود عمل في ليتوانيا، جميع المجالات والميادين نتكلم عنها. وشكرا لكم.